نرصد التطورات الميدانية في القطاع مع مراسلينا من خان يونس صالح الناطور ومن أمام مستشفى كمال عدوان شمال غزة مراسل العربي إسلام بدر. أهلا بكما إسلام. كيف يستجيب الناس هناك لأوامر الإخلاء في بيت حانون والمناطق أيضا في بيت لاهيا مع تواصل القصف على هذه المناطق المأهولة؟ في الحقيقة نحن نتحدث عن مشاعر مختلطة لدى الأهالي، فمن جانب هم يستمعون إلى أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي تكون عادة ممهورة ومصحوبة بالقذائف كما جرى الليلة الماضية أو حتى بالصواريخ، ولكن أيضا هؤلاء يأخذون بعين الاعتبار أن نزوحهم سيعني تفاقما في معاناتهم الإنسانية وصعوبة جمة فيما يتعلق بظروف حياتهم. يضاف إلى هذين المعطيين المعطى الثالث المرتبط بأنه إذا لم يستجيبوا لأوامر الإخلاء هذه فإنهم سيكونون معرضين لموت محدق للغاية. ما جرى هو أن المواطنين على ما يبدو فيما يشبه التفكير الجماعي في بيت حانون، مناطق زايد، مناطق المنشئية، المناطق المعنية بالإخلاء وفق الإعلان الإسرائيلي، قرروا ألا يستجيبوا. فعلا هذا ما حصل منذ ساعات الصباح الأولى، لم نرصد أي حركة نزوح من قبل المواطنين. ساعد على ذلك عدم وجود أو على الأقل هدوء نسبي مع ساعات الصباح، مع أن الليلة كانت ساخنة وكان هناك قصف مدفعي وأيضا جوي على تلك النواحي والمناطق. عدم وجود قذائف في الصباح ساعد الناس، شجعهم أكثر على أن يتخذوا قرارا بالصبر أكثر. التقينا أحد المواطنين في تلك المنطقة، قال بأنهم لم يعد بإمكانهم النزوح مزيدا من المرات، الناس نزحت مرات لا تعد ولا تحصى وظروفهم مع كل نزوح تزداد صعوبة. هم يحاولون أن يخلقوا بيئة مستقرة ولو نسبية في أماكن تواجدهم، إن كان في بيت لاهيا أو بيت حانون أو جباليا وغيره. يضاف إلى ذلك ما أشار إليه الدفاع المدني، وأنه لو افترضنا جدلا أنهم سينزحون إلى أين سيذهبون؟ لا يوجد أي مكان. خلال الأسبوع الماضي تم تدمير 3 مآوي، 3 مجمعات، 3 في حي الشيخ رضوان، مدرستان في حي النصر ومدرسة في الشجاعية، وبالتالي حتى المناطق التي يقول جيش الاحتلال للفلسطينيين اذهبوا إليها يقوموا بقصفهم فيها. فقط أشير إلى أنه في هذه اللحظة تماما صوت قذيفة مدفعية في النواحي الشمالية لمدينة غزة. بطبيعة الحال هذه القذائف لا تتوقف، بشكل متقطع وزخم مختلف ومتباين ومتفاوت تحصل على الأرض. لكن دعني أشير أيضا، عدا قصة هذه قذيفة ثانية، عدا قصة النزوح من بيت حانون، هناك أيضا أحداث شرق مدينة غزة. تم انتشال شهيد في عند دوار الكويت في حي الزيتون، وتم انتشال شهيد في حارة مشتهى أيضا في الشجاعية، وكان هناك قصف مدفعي عنيف عند منطقة الريس شرق حي التفاح. هذه الأحياء الثلاثة، الزيتون ثم الشجاعية وصولا إلى التفاح، هي الأحياء الشرقية تباعا لمدينة غزة، وبالتالي الظروف لا زالت معقدة. فقط أشير في المشهد الإنساني إلى أن 5 شاحنات دخلت أخيرا إلى شمال قطاع غزة محملة ببعض المستلزمات أو الحاجيات، الأغذية التي لم تكن تدخل على الإطلاق. شاحنة تحمل بيض، و3 أو 4 شاحنات أخرى تحمل مجمدات اللحوم بيضاء من الدجاج. طبعا تم إدخالها مباشرة إلى المخازن الرئيسية لتوزيعها إلى المستشفيات، لأن كمية هذه الشاحنات لا تكفي عشر الموجودين في شمال قطاع غزة، لذلك لا يتم توزيعها على جميع الناس، إنما يكتفى بتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجا وهم المرضى داخل المستشفيات، مع الإشارة لأن جيش الاحتلال يستمر في منع إدخال البضائع والاحتياجات الأساسية من أغذية وغيرها إلى شمال قطاع غزة منذ الأول من مايو ولا زال مستمرا. والقصف مستمر أيضا إسلام في خان يونس. نتابع الخبر الآن الذي أورده زميل صالح، نتابع تفاصيله معك صالح. استهداف القرارة بغارات، بدأت القرارة شمال خان يونس بغارات، وأيضا الاحتلال يستهدف المناطق شرقية خان يونس والتي تتواجد فيها خيام النازحين. صالح، بالفعل جمال، المنطقة الشرقية بالعموم اليوم تعرضت لأعنف الغارات الإسرائيلية على مستوى وسط وجنوب القطاع. حتى اللحظات الأخيرة 4 غارات عنيفة مبدئيا
وفي معلومات أولية 4 غارات على منطقة بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس، وتسمع أصوات الانفجارات من تلك المنطقة، والأمر أشبه بحزام ناري فيما يبدو شنته الطائرات الحربية الإسرائيلية على هذه المنطقة. سبق ذلك قبل ساعة أن تم استهداف أيضا منزل في بلدة القرارة، لكن معلومات تقول أنه هذا المنزل لم يتواجد فيه أحد في وقت قصفه. ومن ثم بعد ساعة تقريبا الآن نتحدث عن 4 غارات جديدة على بلدة القرارة شمال شرق القطاع مدينة خان يونس. المنطقة بالعموم أكثر من منطقة أو أكثر من حي سكني في شرق المدينة، بلدة عبسان الكبيرة، منطقة الزنة، بلدة بني سهيلة، والآن بلدة القرارة. هذه المناطق الأربع تعرضت لعمليات قصف وغارات جوية وقصف مدفع إسرائيلي منذ ظهر هذا اليوم حتى اللحظات الأخيرة. أسفر ذلك عن عدد من الضحايا شهداء وجرحى تم نقلهم إلى المستشفى هنا، إلى مستشفى ناصر، بفعل هذا القصف الإسرائيلي. حتى المناطق الغربية من المدينة تعرضت لغارة عنيفة إسرائيلية في منطقة المخيم الغربي في منطقة عرب، منطقة التفاح. هذه المنطقة كانت مسيرة إسرائيلية قد أطلقت صاروخا على الأقل باتجاه يعني منطقة مدمرة بالأساس، وحتى ماهية المكان المستهدف غير معروف. المنزل أو المكان الذي سقط فيه الصاروخ كان منزل مدمر بجواره بسطة، أي عبارة عن بسطة البيع بعض الحاجيات، وكذلك كان بجوارها دراجة نارية، حتى لم يعرف ما المستهدف على وجه التحديد. ومع ذلك أسفر هذا الاستهداف الإسرائيلي عن عدد من الشهداء، 3 شهداء، وعدد من الجرحى أيضا تم نقلهم إلى مستشفى ناصر. في الساعتين الماضيتين شنت غارتين أيضا على بلدة بني سهيلة في منطقة دوار بني سهيلة، والمعلومات أن الاستهدافات طاولت منازل. هذه المنازل لم يتواجد فيها أحد في وقت استهدافها، أي لا إصابات في هذه الاستهدافات الإسرائيلية. لكن بالعموم خان يونس 14 شهيدا على الأقل منذ ساعات الصباح في مدينة خان يونس لوحدها، فيما تستكمل عمليات انتشال شهداء أيضا من مناطق أخرى كما حدث في مدينة رفح، حيث تم انتشال شهيد هذا اليوم من المنطقة الغربية من مدينة رفح. وسط القطاع منطقة البريج، شمال النصيرات، منطقة الزهراء، هذا المحور الشمالي من وسط قطاع غزة يتعرض لغارات وقصف مدفع إسرائيلي على فترات مختلفة هذا اليوم. ماذا عن رفح أيضا صالح؟ إلى وقوع شهداء. أخيرا فقط هنا أشير إلى هذا نعم تفضل صالح. نعم، رفح كان فيها نسف لمربعات، نسف لمربعات سكنية، سمعت أصوات انفجارات ضخمة اليوم، نسف لمربعات سكنية، عدة منازل، لكن حتى معرفة المكان الذي تم نسفه فيه كان من الصعب. هذه المدينة مخلاة، ومنذ أشهر تقوم قوات جيش الاحتلال بتدمير هالمدينة، واليوم بثت صور جديدة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لمناطق جديدة في مدينة رفح مسحت تماما بفعل عمليات النسف المتتالية بشكل يومي في تلك المناطق، رغم أنها فعليا لا تشكل خطورة على قوات جيش الاحتلال. هي مخلاة، هذه المدينة تم إخلاؤها منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي لها، ومع ذلك يوميا هناك أحياء سكنية بكاملها يتم تدميرها من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. أخيرا فقط فيما يتعلق بالوضع الإنساني، قبل قليل تسلمت وزارة الصحة 7 سيارات إسعاف فقط منذ أشهر، 7 سيارات إسعاف فقط تم إدخالها إلى قطاع غزة بتنسيق من مؤسسة الرحمة حول العالم من الجانب المصري عبر معبر كرم أبو سالم، في حين أن هناك أكثر من أو ما يقارب من 130 سيارة إسعاف تم تدميرها منذ بداية هذه الحرب الإسرائيلية. وبالتالي نتحدث عن رقم لا يذكر، 7 سيارات في مقابل 130 سيارة تم تدميرها من قبل القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنها تمنع دخول حتى قطع غيار لهذه السيارات، أي أن هناك أيضا سيارات أخرى متعطلة لا تستخدم بسبب منع قوات جيش الاحتلال إدخال قطع الغيار. الإشكالية الثالثة الوقود، يعني حتى دخول سيارات الإسعاف يتطلب إدخال كميات أخرى أيضا من الوقود لهذه السيارات، وتشتكي دائما وزارة الصحة بعدم توفر الوقود لا للمستشفيات ولا حتى لدائرة الإسعاف والطوارئ ولتشغيل هذه السيارات المهترئة بالأساس والتي تواجه إشكاليات مختلفة. صالح النطور من خان يونس، شكرا جزيلا لك صالح. وكان معنا أيضا الزميل إسلام بدر من شمال قطاع غزة، شكرا للزميل إسلام أيضا.